هل هناك إجماع أو تصويت بالأغلبية داخل البيت الشيعي على اختيار السيد محمود المشهداني؟ يعني الكتل البارزة والمهمة والشخصيات المهمة في المكون الشيعي كلها كانت تدعم السيد المشهداني وتدعم اختيار يعني التقدم قبل أن تدعم السيد المشهداني كي يكون هناك حفظ لحق الكتلة باعتبارها الأكبر ضمن المكون بأن ترشح. وبما أنه حدث توافق باختيار السيد المشهداني فالحقيقة كان هناك يعني السيد عمار الحكيم، السيد المالكي، السيد هادي العامري والشيخ قيس الخزعلي وشخصيات بارزة في الإطار التنسيقي كانت تقف خلف السيد محمود المشهداني وتقف خلف التقدم. بعض يقول لا، ربما لو كان خيار تقدم غير شخصية لما كان حظي بهذا التأييد. البعض يرى أن السيد محمود المشهداني عليه بعض المؤاخذات ومنها تهجم آنذاك على المرجعية ووصفها بخنجر أبو قشرة والكثير من الأمور. شنو اللي جعل الإطار اليوم كله يصوت على السيد محمود المشهداني؟ يعني احنا كان عندنا اعتراض على شخصية السيد الكريم، أدى الانقسام حتى داخل البيت الشيعي باعتراض بعض الأطراف. بالتالي أعتقد أنه السيد المشهداني شخصية توافقية، هو لا يدير الأمور بالأزمة، لا يستفز الأطراف، يحاول أن يوجد صيغة توافقية، لذلك هو يتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع.